يقول اهله افضل النحل الجبلي ايوه ولا بلدي شجر شجر والله ربنا قدم الجبال على الشجر ماذا قال جل وعلا ما يعرش واوحى ربك للنحل الجبلي فين يا شيخ خالد بيوتا في اليمن ومن الشجر يا عم اشتراها سيد خالد ما يعرشون كل ما شاء الله ما شاء الله بكم 25 دينار الكيلو لا لا انا اخذ من هذا شيخ العسل ابو يوسف الملك. هذا اللي واللي جينا زي مولانا العسل يعني لازم الواحد يعتقد فيه قبل ما ياخذه مو بناء على الحديث النبوي طبعا هو لازم لانه قال صدق الله وكذبت بطن اخي بس العسل النحله الملكه لو سرقت والنحلات سرقوا الرحيق من الناس يجوز الناس اللي يسرقوا يعني لا النحل مو يروح يسرق الرحيق بتاع المزارع البشر طيب واحد هيسكت ما هي خلقت لهذا تنقص الرحيق ما تعتبر اموال عامه يعني ابن لا ولا الحمام مثلا الله ابن الامام الشافعي يقول ايه الله اكبر ان غذاء النحل الشهد وان غذاء النيران صديقه ولا شتها خبطت في واحد خلينا لحظه اي نعم ايوه وان غذاء دوده القز الحري سبحان الله نسج دوده القز الحري ونسج النحل الشهد ورجال الله مصابيح الدجى مفاتيح الرجاء سبحان الله وهل الصحابة اشتغلوا في تربية النحل ولا هذا أمر حديث مولانا؟ لا هي سورة نزلت في عهدهم وعارفين ربنا خاطبهم بهذا الشيء وهم أكيد عندهم يعني شرع يجوز الواحد يقتات عن بيع وشراء النحل والعسل هذا زاهر أحد الصحابة اشترى من الرجل عسل وقال له روح للراجل اللي هو حيديك التم الراجل من البادية ما يعرفش راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له صاحبك اشتري اخذ مني العسل وقال انت اللي هتدفع التم والرسول صلى الله عليه وسلم ضحك الباب بعكس اللبن والحليب يقولون مكروه بيع وشراء زي ما اللبن والحليب مكروه بيع وشراء مين قال هو قالوا لا يرد اللبن ولا المصحف ولا ايه كمان كهدية لا يرد ايه لكن مش حرام بيع وشراء ايه انت ايه انت بتقول ده سيد خالد